انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن شاء الله تعالى وحكى بالله بأن آيات أفرتا يكو إلى آيات خمسا لأفر في سورة براء. الله سبحانه وتعالى وحوش شاقي بحثوا عليه سبحانه وتعالى ونبي الله محمد باقي سيالة إلا تنفروا هذيلا بهن يعذبكم عذابا أليم. عذاب كلل بو الله إذن كو عذاب يا ويستبدل قوما غيركم ددا إذن كأهين إذن كو بدل دونا ولا تضروه شيئا من أرد بيسان فكان الله وحليه انفروا بحا بحدي لشيء اللي سوء عقابه يوحى وي انفروا بحا خفافا حالا أتفددهين وثقالا حالا أتعلستهين وجاهدوا دغالما بأموالكم حوليه نقود دغالما وأنفسكم نفتي نقود دغالما في سبيل الله ألا ودبي سعود دغالما لتكون كلمة الله هي العليا جاهدكم صدعات والأمر قادتان وبعضان يا خير لكم إذن خير بدن إن كنتم تعلمون هداد أكتهين صدعات هذه النهجة انفروا خفافا وثقالا إذن كؤور لن يرى بحا وثقالا إذن كؤور ليالنا بحا انفروا بها خفافا إذنكو لكو صعدة أو لغينية إذنكو أورفو شنو قادير وطا وثقالا إذنكو علوصة أو لغينية بها انفروا بها خفافا إذنكو تشرم بها إذنكو عاصمات قضوا وثقالا إذنكو علوصة وتشرم بها انفروا بها ليلة في كل حالة وقت والبوح عزبدار يمتلو واتبو كما إشاء الله بحياي بلك وح عزبدار ملح وإن دادكو قبل ودبو وضبحان ولما تقار با وحي دهن ايات نوحا خلاص تاسي ايات سوره داخل كده كوي من دونتو قول اول با قيبها كبحدو ودد كيينا ودا بخينو مغالدي لا عدلين مركا اسم سخ ما هيان مركا ليلي هي بها وقتي وحي اهي تبو كلو كعي ان لكلا هدل لما تبي هيرون بالو جوليا او بقلال كنا مركا لا صدن كون با نبي اني لا بحدو وربا نبي عليه الصلاه والسلام وقتي مركا وقتي كلا هدين ليلي هي مرك خفافه وثقال معنيه ذي وحوي إذن كوف فضود أو لباس قديم وثقال إذن كوف علوش أو أما أن جديد هيسن أما صحيح هيسن أما شيرز بتشيرته أما عيد نبي وحساسي شيران سدا سوكله هكلا هذين علي إن في ربع خفافا إذن كوف فضود بع وثقال إذن كوف علوش وجاهدوا دجالما بأموالكم حوله نقود دجالما وأنفسكم نفتي نقود دجالما في سبيل الله ألا وددي صدرت يا دقود دجالما ودد ألا وحوي لتكون كلمة الله هي العليا وجدد ما هندتك الله يا الله شرم معها وجدد وإن إسلام كموية وحكا الله لسو حكومات شرين ذلكم سلاسان خير لكم إذن خير بدن إنات أمر قادتان وبحضان النبي إذن كهرم سلاسان في عن إن كنتم تعلمون هدال أكتهين وابديين الله إذن سلاسان الله وحليه لو كان هدو أهان لها دو لمات كني عرضا بديع قريبا لو يعني غنيمة لو وسد بيد لغه لي يو سفر صعود قاسدا ونحن حاضر لبعث الله إنه ميل دوا لا تبعوك وكراع لها ينبالي ولكن بعد دوحا كفقاتي عليهم دو شوضة الشقة مسافة لبا كفقاتي والا بحا يرددك الله بحين وارهير هومو وحاو يعيد داك بضن وأدد آدو فربضنا وكان نبي قوشا قددك وكان منافقين تبا كهرية وكان لو حليهي هذا من فعاد اللود هاي سفر كنا ونحدهادي هاي أمو قابي هاي ويكون راعي هاي وضم تود يكون راعي لها المركا لو كان هدوي هاي وحل ثلاث سنة هاي اللي سوي يدي هاي عرضا من فعير وأبا بحث المركا بقى إلا كل ميان يو سفرا سفر قاسدا وقابا أمو نحدهادا لا تبعوك ويكون راعي لها لكن بعدد وحا فقاتي عليهم دشوا دوحا كفقاتي ونبتي الشقة مسافة دي بالنبتي خيرهم بالله كعيا وسيحلفون وحيكون دارن دون المركة صور نقطة بالله الله وحيكون دارن لو استدعنا هدان كره لخرجنا إنا بحي لهين معكم إذن كمعين إنا بحي لهين هدي سهي عن هيسنو أما ريارك وحان كغتقنا هيسنو وان بحي لهين الله وحليه يهلكون وحي هلاقي يان معصي إيو أيان دركوا رديان أنفسهم نفطوضة والله ألا نيعلم وحي أقيهين إنهم يقول لك كاذبون بين ليالين يهينون وحوي أي كرام بحتان كأي كري لهاين نفي مال بواي لبحي كري لهاين سيدي بعد عدي
markuu nabigu soo noqday dhawri 8 nin oo ka hadhay 3 nin mooyo intii kala u dhaartay waxa weeye hadaan kari lahayn waa difaaci lahayni xaaladaasi naga ahay sayaxlifuna way dhaaran doonaan marka soo noqotaan billahi allah waxay ugu dhaaran law istadacna hadaan kari lahayn la kharaj oo bixitaanku noo suuroobi laha la kharajna waan bixi lahayn macakum idinka la jirkiina bixna waa difaaci lahayn marka allah wuxuu leeyahay yuhlikuuna waxay halaagayaan anfusahum naftoodo macsiye ku ridayaan dambi bay ku dhacayaan munaafiqiin way halaaga kale ku dhacaya waxa way way fadhixoobayaan wallahu allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu wa og yahay innahum yaqul lakadibuna bayna layalina yahi way bixi kareen ee waxa way been bay sida u leeyihiin marka xataa hadii aan la idnin ma ayna bixin marnaba afallahu anka allah uu ku saamaxay nabiyo liba adinta maxaad u idantay lahum iyaga u idantay oo fadhiga ugu idantay xataa yatabayyana ilaa uu ku cadaado laka adiga alladiina ku sadaquu ruu sheegaya oo muuminiinta ahaa wa taclama aad ogaatay alkaadibiina beenaalayaasha aad ogaato nabiyullaahi maxamed markii hore ayay u yimaadeen waxay dhahay yaa rasuulullaah inna idan waxa weeye waxba jiro oo waxba kanu ka dushay inna idan nabiyullaahi maxamed ay calaa daahirihim isagoo garanaya inay markaana munaafiqiinta calaamadeedu yacni munaafiqa si gaar ah uma tilmaanay laakiin wuu garanayay waxay yihiin uu iska aqbalay uu iska reebay oo reebidooda sabab maslaxa ku jirtay markaa allah wuxuu leeyahay sidii laga wanaagsanaa si wanaagsan buu yeelay nabigu laakiin waxyi inuu sugay ahayd baa la yihi markaa nabiyullaahi maxamedna waxyi unbuu wax walba ku kala wadaa markaa cafallaahu canka baa loo soo horumariyay inaan wax dembi ah nabiga loo haysan waa lagu saamaxay dembi laguma haysa laakiin maxaad u idanta idanka marka adoon idini baa ka fiicnayd un idanku wuu fiicnaayo dee cudurdaarkoodi baad qaadayo axad xurmo leh baad tahay laakiin adoon idini baa ka fiicnayd si munaafiqiintu ay u cadaadaan oo hadduuna idinina ku idini mahaya yidhaahdo munaafiq wuu isa soo taagi lahaa oo kuma raacayo dhihi lahaa waxa weeye way ku marmarsanayaan marka munaafiqiinta iyo muminiinta kala cadaan lahayd haddaadan idinin wayna fiicnayd hadda sida nabigu yoolay de ruux kuu yimidoo kula hadlay waxaad ku beenisana male cafallaahu canka alla waa ku saamaxayn lima adinta lahum haddii lima adinta lahum laga bilaabi lahaa canaan bay ukaan lahayd waa lagu saamaxay waxba laguma haysto si fiican baad yeeshay lima adinta lahum maxaad u idantay xataa yatabayyana ilaa ay kuu cadaato laka adiga kuu cadaato alladiina kuu sadaquu ruu sheego muminiinta dhabta ah wa taclama aad ogaato alkaadibiina beenaalayaashay kuu kala socmaan allah marka wuxuu leeyahay laa yastacdinuka kaa idan dalbi mahayaan asalba alladiina kuu yuminuuna rumeeyey billaahi alla rumeeyey walyowmi laakhiri maalinta qiyaama rumeeyey an yujaahiduu karaahata an yujaahiduu inay dagaalamaan nicitaankeeda kaagama idan dalbayaan biamwaalihim xoolahooda ay ku dagaalamaan wa anfusihim naftooda ay ku dagaalamaan wallaahu allana wuu ogyahay wallaahu allana caliimun waa ogyahay bilmuttaqiina kuwa alla ka baqaya waa kuwanaan kaa idan dalbayn marka laa yastacdinuka laba siyood baa lagu fasiray laa yastacdinuka kaa idan dalbi mahayaan kuwa mu'miniinta ahi an yujaahiduu inay dagaalamaan kaagama idan dalbayaan iyaga hore ka baxay marka inay dagaalamaan markayna kaa idan dalbaynin inay joogaanna way kasii daran tahayba makaa dalbayaan wey dagaalka laftiisiiba iyagu kaaga horeynayaan oy socdaan marka kaa idan dalbi mahayaan inay joogaan sidii kalena waxay ahayd sidaa hore oo laa yastacdinuka kaama idan dalbayaan alladiina kuwa yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri rumeeyey an yujaahiduu karaahata an yujaahiduu inay dagaalamaan nicitaankeeda darteed kaagama dalbayaan biamwaalihim xoolahooda ku dagaalaan wa anfusihim naftooda ku dagaalaan wallahu allah subxaanahu watacaala caliimu wuu ogyahay bilmuttaqiina kuwa mu'miniinta oo alla ka baqa wuu ogyahay allah wuxuu u markhaati kacaya kuwa aan nabiga ka idan dalbaynin ee jihaadka diyaarka u ah inay muttaqiin yihiin buu allah sheegaya subxaanahu watacaala inamaa yastacdinuka waxaa kaa idan dalbi keliya alladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin billaahi alla aan rumaynin walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamana aan rumaynin oo wartaabad ay shakisan tahay quluubuhum qalbiyaalkooda fahum iyagu fii raybihim shakigoodaa dhexdiisa iyo taradaduna ku noqnoqonayaan oo ku jahawareersan yihiin oo hadba dhina caadayaan mar waxaa weeye laa ilaaha illa allahu bay leeyihiin bal munaafiqiinta iyo gaalnimadiiba hoosta ka wataan mar yahuudi iyo dadkaas gaalada xiriir la leeyihiin iyagoo shakigaa ku jiray haddana noqnoqonayaan hadba si u jahawareersan yihiin marka kuwa kaa idan dalba ee yidhaahda iska kaayadaa waa kuwa qalbigoodu shakiga ku jiro oo shakigu u xoogaystay weyn inamaa yastacdinuka waxaa kaa idan dalbi keliya inamaa xasri alladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin billaahi alla aan rumaynin walyowmi alaakhiri qiyaamahana aan rumaynin wartaabad ay shakiday oo shakisan tahay quluubuhum qalbiyaalkooda
فهم يجوا في ريبهم شك قضاء كسو قيمين يترددون وين نقنقنا يعني ويشا ورسات بميل بي آدية وفي ريبهم تهدي يترددون عن الغطة على جنك للما معنى نقن فهم يجوا كائنون وحي هذا في ريبهم شك قضاء كسرة دائما يترددون وين جاء ورسينهم ولو أرادوا هدي دون يان الخروج بحتان لا عدوا ويديار قريسان لهين له بحتان كعدة قلب بيديار قريسان لهين قلب بيديار قريسان لهين ولكن كره الله الله بانعي امدعاثهم بحد دور الله بانعي وفساد بيدكو كرن لهين فثبتهم اللو عليسي يدلكو كحباسي وقيل وحال ليلي اقعدوا فريستا مع القاعدين كوفا ديودتك عدو دار كلي لتشوغ هدي دون يان اني بحان ويديار قروب لهين وقلب بيد يار قريسة الله يساد يقاديد كبيد يار قريسة الله لكن الله بان عينا يبحانهم ما بدي يار قروم إبا مركا وقيل قعدوا مع القاعدين مركا للي هاي وأمره التكوين يعني حكم كي وحو النقضي إني قاعدين تلات شوبان أما ما يأي ستو سابا لو يلي قيل قعدوا مع القاعدين كوا فردي كوهالة إلهي إذن كوا فردي كوهالة وأمره التكوين إن لإله ذا في عانو لإله ذا حكم كي با وحو النقضي لا فردي حكم كي الله وحو النقضي كوا لا فردي والله حكمه ولو أرادوا هدي الدونيان الخروج بحتان لا عدوا ويديار قريسان لهاين له بحتان كوحو ديار قرين عدة قلب بأو ديار قرين لهاين ولكن ما أنا ديار قرين محايا لكره الله الله بانعي انبعاثهم بحدود الله بانعي سبحانه وتعالى فثبتهم وحبسي وعليسي تثبيت وعليسين دبخدوي وعليسي وللكو كنبي وما أنا ديار قروبين وقيل وحالقولي ستو سلوغي لي أما الله وكحكم يقعدوا فرديا مع القاعدين كوفا يقعدوا دارك له وضدك بوصصك وهو يقعدوا دارك إن دولا ياشي يددك إنه عسى سيد عبد الله بن مكتوم وكله يا رسول الله أنا بحد من اللي يقرر بابوري بحد من اللي يقرر بهابوري وهو يمركا آيات باتمد غير أولي الضرر بس لقى مرة بمركا بحد لكن عبد الله بن مكتوم بريه دم بدقال الذي دقال بورا عوحي يدي يدي بعلق بنديرة دي اللي بنك بنديرة اللي مرها دون عرارين علك شاب ماي أنا قلنا إنك يوسف سعدي كي دي اللي ما بكلارك ده ماله بقى عرارين على كي دي بساس وكده قال قال أضدك بدنين الله عليه لو خرجوا وح الله عليه سيء ودي بدي دوام هاي لو خرجوا هذا يبحان فيكم لحدين بحان ما زادوكم إذا مسياريين إلا خبال فساد ما يحكى إذا مسياريين إسكو دردر يو كلا شاكين ولا أوضعوا ويقعلين لهاين أما ويأرد لهاين خلالكم لحدين بالفساد إشكو دردر يا كلا شاكين يبغونكم حالا إذن لطل البيان الفتنة فتنة إن أتكال جبتان ومنافقين الصواب بحضه وفيكم إذن كدحدين نوحاء سماعون كوود دقيسان يلهم إيقا دقيسان يؤود دقا نقولو وحيدا هاي برهن مود كوود ضعيفين هو إيمان كوود الضعيف يا منافقين تاسي وحي أشيقان هن مود إسكرها أما سماعون لكم لهم إيقا أود دقيسان إذن كسرتين انتقادان بإيقا أبين marka idinka dadkaas idin la socdo ducafada marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u culaysiyay fasaad waxaan ahayn idin ma kordhiyeen wal law kharaju haday bahan fiikum dhidina ma zaadukum idin masiyadiyeen illa khabalan fasaad ma yahay wax kale idin masiyadiyeen wala awdu'u way ordi lahayn khilalakum dhidina bil fasaad bil ordi lahayn kanu shaakee kan wax kale u sheeg dadki qalbi jabi sidaas oo kale yabgunukum wa idin la dalbayaan al fitnata fitna inaad kala jabtaan oo dadka qaar noqdo oo la jabo iyo doonaya wafiikum idinka dhexdiinana waxa ah samaacuna kuwa maqla lahum iyaga maqlo u dhaga nugul oo waxay u sheegaa baka yeelay wallahu allah subhanahu wa ta'ala alim wa ujah bid zalimin kuwa zalimiinta zalimiintu waa munaafiqiinta isku dirdirka iyo kala sheekeynta iyo waxa weeye dibriidka iyo fasaadka saxaabada la dhex joogta way fulinimo waxay ka qabaan saxaabada kama dhex bixi karaano إلا دليك يا بينه إسلام بين مجسنا يا صعبنا فساد بكل ده احترامه لقد ابتغوا الفتنة فتنة الضلبان من قبل هرب الضلبان وقلبوا ويكو قد قديين ويكو تشدين ويصرفوا لك الأمور تشغى أمور تيكو قد قديين سيدو قال وسيدنا يلا حتى جاء الحق إلى حق يمد وظهر أمر الله ألا أمر كيسي ظاهر حق يمده قرقار كي نصره ويمد وأمر كي الله ظاهر ودينة الله ظاهر تي ووحكو حبدا نشرين وهم يقون كارهون إن عبيهن إن دينة ظاهر سو قلبوا لك الأمور الله بما يلد بالله فسير كرايا ومحاوي دار الندوة مشركين تمركي تشوغين ويوتشدين ماشا سوى منافقين تبال هذا الهيا بالمثل
nabiga oo socda yahabeenimo waxay ku tashadeen meel ciriiri ah inay nabiga isu taagaan intay geel tuban meel ciriiri ah nabiga inay hashiisu dhinac u asho u fuushana dhinac u dow kala dhacdo yey dooneen marka waa loo sheegay nabiga markii baday waxyiiba u sheegay waxbiya hoggaaminay taas waa mid waxyaabo badan oo in badan u tashadeen nabiga inay dilaan oo dhibaateeyaan wax fara badan bay iska ahay الله وحليه لقد تغوو ويطلبين الفتنة فتنة يطلبين إني فتنة إذا كل احتوران من قبل هرب يطلبين هذا بماها فتنة هذا ونقمه الرئيسة هرب يطلبين وقلبوا وي قد قديين وي 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 وضت تشدين هذا الكي بيسوا ذلك شدين لك أذيك درتا الأمور أمورتي تشيقا هاي مصيدنا يلا مكانا يلا مكاربا يلا حتى جاء الحق إلى حق جميل أو إسلام في قرقار سمي والله قاعد كاذي قال لي وظهر أمر الله إلهي أمر كيسين الظاهري أمر الله وحوي ودين إسلامك الظاهر توي وهم يجون كارهون إن عبيه أدب إن عبيه وحوي قفك ترى كنح وحلا إله ويقفك منافق أهي متش على إسلامك إن وحكر لا متش على دب عزها كم يده وتربس بكوش رايو وقت إسلامك نباته كل عدو أمور ربعين وكدسه مركا هذه يترس نباته كل عدو ربع ومنهم محاكم إذا منافقين من ضد باكم إذا يقول له إذا لي إذا ولا تفتني هاي فتنين النيه إن كرعون فلبح وفتنة الله وحلي هاي ألا في الفتنة فتنة اللفت هذه يسقطوا كل دعاء بالمثل نبى ما تحدقها جد بن قيس الليلة يا نبي كويري يا نبي كويري ورهب بني أسفر بنو دولينا واتبوك بني أسفر وحلينا وقلنا خيرهم خيرهم كحبشي ليجدوا فرنيا هذا حبشي ليجدوا فرنيهم المدوبين يفرموا عدنا إسقور سدي marka waxa ku badan oo ku tiro badan qurux waa qurux wey marka cadaanka ashqarka la marabo madawgana la marabo marka dad iska dhala oo qurux badan yaa ka dhashay marka shiru wardan makaay samana raacib wey oo qolada manugula duuli waa jaddi bin qays wuxuu rimaya arabo dhani way ogtahay reer saareed way ogihiin ina naagaha ku baanahay go marka gabdhahaas markaan arko iska ma hayn karo marka dehay fidnayn buu waa fidnayn هاي في دنين انتو كلا وحاجة تاهي في دنين انتو لنع كلا نوي تاهيو هاي في دنين انتو لنع كلا وي ومركا هروحو لي في دنين دو وحالوكو فسير كرا ورقبلها سنويوها نيوها ايقين لنع كلا وحاوي كراعم هاي كلا بي ايضانو سياني دنبي وقلي للا هداد ايضان تو دنبي مقلي وحسكو وضا هدو نبي قويدن الانو دنبي قلين ويسكو وضا مركا هدو نلبح يلي هدان كديدو waa dambi baan galayaa iska kay idan yaan dambi galin marka fitnada ay ugu ridin buul allah fitnada uu ku dhacay ba amar diidu ba sameeyay fitnada lafteeda buu ku jiraabay wuxuu rii waminu munaafiqiinta waxa kamida man dad ba kamida yaqulu dhihi idan li idan an iska joogay hoostana waxa uga qarsoon inaan u raacin hatta hadii la idinin wala taftinni hay fitnayni gabdhaha sidee bani asfar iska ma hayn kare ama haddaan idinin oo ka hado waa macsiye kulliiba ku raaci mahay iska kay idan ألا تنبوه وقع في الفتنة ويستقضوا كل عام فتنة اللفت هذا بسيطا أمر الديدة وحاكلوا يري مركا هاي فتنين حولها يقع حولها يقع كوكو كالمين حولها كوكو كالمين هاي فتنين حوله سين والغد يدي والغد يدي حوله سين هدو خيار في أبحية هدي قصب أبحيه بإن من لك أقبله الله وحولي هاي وإن جهنم النار جهنم إيه لمحيطة وحي كحيران تهي الكافرين قالوا ذي كحيران تهي ويهر ريس معناها أسباب في جهنم الوجل لها يبكون احترام أسباب في جهنم الوجل لها يين الدين عنا أقرب حسنين يكون احترام مع صيادي جهنم الوجل لها بركا الله عليها ألا وإن جهنم لمحيدة ويكون حيران تهي بالكافرين قالنا وين سكرنين بركا قالوا دن يمع يدن بيلا أو دن جهنم أكون حيران إنتو سبكة منافقين تو حكم إذا دق كودا إنتو سبكة هداي كو أسيبتو أو تحشو كو قد عضو day kugu dhacda xasanad wanaag oo liban iyo waxa weeye la helo qaniimo tasuuhum way xumaayn way ka xumaanayaan way ka naxayaan way inta sibka haday ku asiibto musibatu balaayo oo wuxoogay jab iyo wuxoogay yar dhaco yaqulu waxay dhahay iyagu aad u faraxsan qad akhadna waan qaadanay amrana taladiyadii waan qaadanay maqbal horan u qaadan yaani taladiyadii waan qabsanayo inaanan bixin bay ahay allah ilaahi waa way namaseegin way macna namaseegin mar hadii nimankii wixii loogaaday markii horeba inayna qiimo lahayn waan arkayni way macno in tusibka haday kugu dhacdo ay ku soo gaadho ay ku asiibto xasanatu wanaag adhafru baad asiibtay iyo wal ghaniima tasuuhum way xumayn oo way ka xumaanayaan
وإن تصيبك هديك أصيبت مصيبة بلاينا يقولوا وحيليهن ويدهيان قد أخذنا وان قبصني أمرنا أمر كي يجي لبتها وطلذي من قبل هرب قانو قبصني ويتولوا ويجيتنا يانو ماشبوا ويكدقاقيا وهم يون فرحون يفرحسيهن وحيكون فرحسيهن راعي الدهراء أين راعين تلب السيقن سيقى لتهي إيوه لبات هذا الإسلام كسو قالي قف كسو المسلم هين والله هو إسلام كوكو فرح لبات هذا قالي ماشي وحاكا سو بيح مركا قف كمسلم كي مسلمين تكال لبات هذا قالي هدو كفر حو وحوي ومنافق مسلم قمن معها قف مسلم هو أنه كحن صدا إسلام كوحا قالي ون ويتولوا ويكجيت المجلس كي جوغين وهم يقون فرحون أياد فرح سنهين مركا قلوا حاتل الجواب لن يصيبنا نقول لعما يونا أصيب ماي إلا ما كتب الله الله وحو نوقري ميلان أنا نوقري هو ألي مولانا قرقارها يقوي يؤما مولاها يقوي وعلى الله ألي دشي سفل يتوكلها ثلاث سارتان المؤمنون الددك مؤمنين تاهي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله جواب يؤتاهي سو كما فرحين لباتل سو قادي خير كيهلين سو كمانحين وحا نقول لعاي ووحا لنوقري ويدينك فرحين إيو نحدين تينا منكم تعلقه خير كانوا هلينا الله نوقري لبات هذا نقول علينا الله نوقري يدينكم ما بشغلهم حاد كذا فرحين ما فرحين محتر يا وين يدينكم بعد دمبابين وش نقول دعي وهو حلا نوقري المرنا بنا سيجين وين قلوا حاتي الله يصيبنا إنما أصيب إلا ما كتب الله لنا الله وحنا نوقري مياني هو الله سبحانه وتعالى مولانا كرجالها يجوي ما ملها يجوي حال كان منافقين تقولين أشر حيو ما أها تاريخ دعدي ولا غشيا كينا يين إسكا إلالية لليه النفاق إيه إسلام كودنع كالنقطان إيه لبات هذا إسلام كالدبرتان وعلى الله الله سبحانه وتعالى فليتوكلها تلسارتين المؤمنون مؤمنون كوا قال ذي كنا حيا عدو كنا حيا منافقين تي كنا حيا هذي خير هلال دي لبات كل عدنا كفر حيا وحبكوا يين الدنينين يين كقلب تشبوين قلوا حاتلا هل تربسون من لسو جيسان من لكو رنيسان بناء نجا إلا إحدى الحسنيين لبدأ وناك متكود مويان ونحن أنقنا نتربسوا وحنو إذن لسو جي وإنو إذن كل عارجينينا بكم إذنك أن يصيبكم الله الله إنو إذن كو أصيبوا إذن كرهدو بعذاب عذاب من عندي حقي سكاهدو إسكئوا إذن كرهدو أو بأيدي لا قعمها يغا وإذن كو عذابه ودل يدعي وحو البالي إذن كيسنو فتربسوا سوغا وحا لعدونا إنا أنقنا معكم إعنا متربسون وسوغينا وحا لعدونا ها دباتنا تشيرتا أما نقول فرحة أما نقول فرحنا واحد نلدون تامبا سلمنا وين أجندون معها إما الغنيمة وإما الشهادة إما الظفر وإما الشهادة شهادة ده بنقصي فيها هدي أنه غنيمي يقول هلا وأنه وين أجبي نوتهاي والله ما أنه قرقرة هدي شهادة شهيدة هلا أو شهادة هلا وين بنقصي فيها عن تهاي مركدي وأنا جوا حنكول بهار هب متشي لون يدينكم بعيل ودي من هي وح أنكول بهاري واحد باتون هاي ستاي متشي لكن idinka waxaan idin la sugeynaa laba cadaab mid kood ku alla iski idin ku rido iyo ku gacmahayaga idin soo mara oo dil iyo wax walba aanu idin geysano idin jabino idin baabeyno qulu haatira hal tarabasuuna man la sugeysaan bina anaga illa ihdal husnayni labada wanaag al husna labada wanaag mid dood un mooyaani imma dhafru wa imma shahada wa nahnu anaguna tarabasu waxaan la sugeynaa bikum idinkoon ka war dhowreyna in idin ku dhacdo idin kala dhug sugeynaa أن يصيبكم الله ألا إن يكو أصيبه إذن كرهد بعذاب عذاب ومن عنده إساق ألا حقي سكاء هذا إسكي وإذن كرهد أو أمس بأيدينا قعمه يقو إذن كعذابه فتربسوا السوق واحد لعدونا إنا نقول معكم عين متربسون والسوق إنا نقول ليض واحد لعدين مالك واحد السوق يانا مؤمنين تسوق ياني وإن قلدا لعذابه يقول يقول هلان قلوا حاتي لهذا أنفقوا بحية نفقوا بحية ضوعا خيار كين أبحية أو كرهن قصبوا بحية لن يتقبل لقى أقبل مايو منكم حقين نكاهر جد بن قيس جد بن قيس تيجي النبي قحوله يقال كوكو عاون فهو حلو شيء يوحي دي لما يظهر لن أمر مرسيها كان أما خيارتين بحية أما قصبوا بحية نعتانوا بحية مرنا بل إذن كأقبل مايو سبب كان لقى أقبلين كوا فاسقين سبب كان لقى أقبلين وقالوين مركن نقال وحبا لقى أقبل مايو مسألة كرته المثل حكيم بن حزام وكلا وخديجة إيدا وهاي بقلي لبعتن بوشري لحدا الإسلام ككهر بوشري
لحدنا إسلامكو أنتو يمد بوشري من مركز ضيق بدن بوهاي بالمثل بقول الدم بحري جاهلي إسلام كان بقول الدم بحري نبي يقول يا رسول الله وح بدن وخيرات سمين شري مركز جاهلي جوجي توح وحاس خير ما أنكي لي وحاه خير كي أت أهاي وأرسلوا إسلام تي ليش أنا وحالي رفوح قاله وح بلقى أقبل ماي مركم عنه وحوي سحابي قال لي يري خير كاجي وأرسلوا إسلام تي نبي عدي وناك سنيد أمريكا جاهلي جوجي أذكر لقان تي يا أذكر نبض قشوت كهان أنت إسلام كقصوا قشي مركوا خير وهي الله وحلا يقول وحاتي لا أنفقوا بحية لو عن خيار بحية أو كره أما قصبوا بحية لن يتقبل الله أقبل ما منكم حقين دي محايا لإنكم إذنكم كنتم وحاد أهاتين قوم قوم فاسقين وفاسقين قف فاسقة بك فاسقا هذا قال نبع لو قشينا وحوي ومنافق نمو وما منعهم كما منعين أن تقبل إلا أقبله منهم منافقين تنفقاتهم نفقاتهم إلا أقبله وحكم منعي مترو إلا لكن أنهم يو كفروا ويكقالوا بين بالله الله بيكقالوا وبرسوله بيكقالوا بين وحلوغا أقبل لا إياهي أو أدي ذا إلا أقبله وحوي وقال لماذا علي رسولك أي كقالوا بين قال مركا وحبا لقا أقبل ماي مركا بمثل قالكو هدو إحسان سميئو وحي عن خيرات السمي أدونك لقا أقبل مرين بالي أدونك لقا أقبل مرين لكن مؤمنكو هد خيراتك أو سمي أدوني آخر الله بضبا ولا أقبل مرين وما منعهم كما منعين أن تقبل إن لقا أقبل منهم حق هذا نفقاتهم نفقاتهم دي إلا أنهم إيقو كفروا ويكقالوا من بالله ألا وبرسوله ويكقالوا من ولا يأتون الصلاة صلاة دنا ما تقان إلا أيتقان سوهم يوك الصلاة كوا عجي سوين منافقين توحا كمدة على مدى هذا الصلاة دا كعلس لبدا الصلاة دا يدد كوا دا تشوغو ييتو كنية في المثل عشاء إيا صبح أو كلا إيا متى إيا والا بدا أقو علس لكن ظهر كي مغرب كي وقت قددك سوو دا تشيدو ييتو إيا سيان الله أرى وقت قا قد دينا واح صلاة دا ييتو كنملو ثواب كمر ربان وحوي يددكم بيسكد احتاجين ولا ياتون الصلاة صلاة دمت كذا أنا راه ذا لما يجي مادان إلا إلا يجي مادان سوهم يوكو صلاة كوا عجيسا ويان ولا ينفقون ما بحيان نفقوا إلا بحيان سوهم يو كارهون ونعبهن ونعيان يعني النفقة بحينا يان يان لإذن قرن المنافق نمدين مركي واحد بحية اللي لهذا هدي ديدان المنافق نمدو ذا عدان ورباتا كو إمانيس مركا ماشيين ويكود احنا لهين ميل كلو يتقالنا ماله مركا يقول نعبه بحينا يان وهو يكوك اوحا لو يقانه ولا يوفقون ما بحيان إلا بحيان سوهم يوكارهون وين عيان والله سبحانه وتعالى على بحكم.